صباح الخير يا شباب، يعطيكم العافية. اليوم راح نتابع في درسنا إن شاء الله الـ Passive Voice والـ Active Voice. اليوم راح يكون تركيز الدرس كله على المادة الموجودة في الكتاب. حكينا إحنا علشان نشرح الـ Passive Voice ونعرف نحل أسئلة الكتاب لازم إنه نشرح لكم بالأول شو يعني Passive Voice، كيف يتحول لـ Passive Voice. أعطيناكم تمرين بسيط، وظيفة كان موعد تسليمه اليوم. هذا التمرين كان الهدف منه انك تنتبه للجمل اللي بتكون من نوع املأ الفراغ، بحيث انه تحدد الزمن. مهم جدا انك تعرف تحدد زمن الفعل المصرف باسيف، على اساس انك تعرف هذه الباسيف فويس هل هي كانت جملة اكتف في الماضي، في المضارع، في البيرفكت تنسز. اليوم راح نركز بشكل كبير على التفريق ما بين الاكتف سنتنسز والباسيف سنتنسز. مش راح نترك الموضوع للمعنى فقط، يا ريت طبعا الكل يقدر يحل بمجرد سماعه للمعنى، لكن احنا بدنا نركز على شوية قواعد، على شوية امور بتميز جملة الاكتف، شوية امور بتميز جملة الباسيف، بحيث انه تقدر تحل الجمل حتى لو انك مش عارف المعنى تبعها. فنبلش ان شاء الله تعالى. How do we know if a sentence is active or passive؟ كيف لنا ان نعرف ان كانت الجملة اصلا active او passive؟ اجتني جملة بدي اعرف هذه active هذه passive. في عدة امور. اول اشي لازم ننتبه لها بشكل كبير يا شباب، الامور هذه بتبلش في sentence structure للactive sentence والsentence structure للpassive sentence، يعني تركيبة الجملة ومميزاتها في حالة كانت active وتركيبة الجملة ومميزاتها في حالة كانت passive. الجملة يا شباب لما تكون active بيكون التركيز on the subject، على فاعل الجملة، زي ما حكينا مثلا the boy hits the tree أو the girl الولد يضرب الشجرة أو الفتاة مثلا. فعندنا هون التركيز كله على the boy، حطيناه في الأول، الولد قام بالفعل، فاعل الفعل. بينما لو هذه الجملة حولناها ل passive voice بتصير the tree was hit by the boy أو is hit by the boy، إن الشجرة يتم ضربها من قبل. أظهر التركيز كله على الحدث، إنه الحدث هو محور الجملة والمفعول به الشجرة اللي صارت ضحية والفعل اللي وقع عليها. إذا بطل الولد موجود في الأول. هذا بالنسبة للفرق من ناحية على إيش التركيز في الجملة. ثاني موضوع اللي هو موضوع وجود الأجنت اللي هو الفاعل تبع الجملة الحقيقية في جملة الأكتف. فعلى سبيل المثال جملة كمان مرة the boy kicks the ball، الفتى يسدد الكرة. الكرة هون مفعول به. لما نقلبها ل passive voice بتصير the ball is kicked by the boy، فحطينا في آخر الجملة by the boy. فأنا لما أطلع على جملة أشوف في آخرها في by زائد noun، بتكون هذه الجملة جملة passive voice، إذن ليست active. جمل الactive ما بتنتهي ب by زائد اسم. إذن هذا التفريق الثاني. التفريق الثاني هو وجود by زائد noun في نهاية الجملة الباسيف، وعدم وجود by زائد noun في نهاية الجملة الاكتف. وثالث فرق يا شباب واللي راح نركز عليه بشكل كبير هو sentence structure، أي بنية الجملة. بنية الجملة الاكتف هو subject زائد verb زائد object. subject هون الفعل زائد فعل زائد object. أما بنية الجملة الباسيف هي عبارة عن الأوبجكت في أول الجملة اللي هو برضو بيكون noun زائد B زائد V3 زائد ثلاث نقاط وهي ركزوا لي عليها راح نحكي عنها كثير، زائد by agent بالأخير اللي حكينا عنه شو هو الأجنت اللي هو كان أصلا الفاعل تبع الجملة. هلا هذا الكلام راح نتعمق فيه أكثر، نبلش ببعض الأمثلة. passive sentence structure، تركيبة جمل
المبنية للمجهول. الجملة بتبلش بـ object، بعدها b زائد v3، بعدين في عندي أشياء ممكن تيجي هون، وهذه مفتاح الحل تبعنا، وبالأخير by زائد التصريف الثالث. إذن هذه تركيبة جملة الباسف. على سبيل المثال: The boy was hit by a speeding car. صدم الولد من قبل سيارة مسرعة. ننتبه مع بعض هون، فعندي هنا the boy was hit by a speeding car. the boy هي الobject تبعي، was hit هو الفعل بالماضي، by a speeding car. إذن هذه جملة passive شباب، هذه جملة مبنية للمجهول. ليش؟ لأنه في آخرتها في by a speeding car. إذا بتطلع على الأصل هذه الجملة، فأصل هذه الجملة كان a speeding car hit a boy أو the boy. فهذا هو السبجكت الحقيقي للجملة، اللي هو كان a speeding car، يعني سيارة مسرع. hit a boy، صدمت الولد. شايفين لما حولنا هذه الجملة الactive لpassive، أجد the boy في أول الجملة لأنه المفعول به، و a speeding car أجد في الآخر مع by لأنها صارت الagent تبعي، الagent. إذن هذه أول شغلة نستنتجها، بأنه وجود by زائد agent في نهاية الجملة يدل على أنها جملة passive وليست active. ننتقل للجزء الثاني. Football is being played at the moment by the soldiers. هذه جملة موجودة عندي، بدي أحدد إذا هي active أو passive. بتطلع في آخر الجملة بشوف by the soldiers، إذن أغلب الظن هي فعلا جملة passive voice. football عندي الobject، إذن is being played، هي عبارة يا شباب عن الفعل المصرف b زائد v3. ونشوف في عندي هنا إضافة شباب اللي هي at the moment. طيب at the moment هاي هي عبارة عن ايش؟ at the moment هاي شباب هي عبارة عن ظرف زمان. اذا انا بلاحظ هون بانه قبل ما احط الباي زائد agent ممكن ايضا يكون عندي ظرف زمان time adverb. منروح عشان نقارن هالكلام بالجملة الاكتف، الجملة الحقيقية اللي مش مبنية للمجهول، هي مبنية للمعلوم. the soldiers are playing football at the moment. الجنود، هون عندي السبجكت تبع الجملة، الجنود هي السبجكت تبع الجملة، بعدين عندي الفعل اللي هو are playing، بعدين football اللي هو الobject تبع الجملة، وبالآخر أجا عندي at the moment. فلما بدي اياكم تطلع هون تنتبهوا على شغلة مهمة، بأنه أنا لما أقارن بين جملة الأكتف وجملة الباسف بشوف بأنه التركيبة تبعت الجملة بتختلف. بشوف بأنه جملة الباسف تبلش بالأوبجكت بناون، خلينا نحكي، بعدين الفعل اللي هو B زائد V3، بعدين على طول بيجي عندي إما باي زائد agent لحالها زي ما شفنا بالمثال السابق، أو بيجي ظرف زمان زائد باي زائد agent. بينما في جملة الأكتف بعد الفعل على طول بيجي عندي كمان noun اللي هو الـ object الحقيقي للجملة. نشوف المثال الثالث: The enemies are going to be destroyed quickly. سيتم تدمير العدو بسرعة. الـ active form تبع هاي الجملة كان Our forces are going to destroy the enemies quickly. قواتنا ستدمر العدو بسرعة. تعالوا نحللها مع بعض. بنشوف هون بأنه الجملة هاي عندي هنا الـ object تبعي اللي هو كان بالأخير زي ما أنتم شايفين في آخر الجملة the enemies. في جملة الـ active، في الـ passive بصير في الأول. الفعل هنا are going to be destroyed، بتطلع هون في عندي adverb عادي ليس adverb زمن.
تعالوا نقارن الجملتين ببعض يا شباب، ونطلع جملة الـ active form، جملة المبني المعلوم. Our forces هي subject، are going to destroy هي الفعل، the enemies quickly العدو بسرعة. شوفوا لي الـ adverb كيف هنا أجا على طول بعد الناون في جملة الـ active، بينما في جملة الـ passive الـ adverb بيجي بعد الفعل على طول. حتى لو كنا بدنا نحط هنا by our forces، تيجي by our forces بعد الادفرب. اذا القاعدة الثالثة، ممكن يتبع جملة الباسيف الفعل المصرف فيها يتبع بالادفرب العادي. يعني هي صار عندنا ثلاث شغلات نميز فيهم بين الباسيف والاكتف. الشغلة الاولى وجود by زائد agent، بعرف انه جملتي على طول جملة باسيف. الشغلة الثانية وجود adverb of time، يعني ظرف زمان برضو على طول بعد الفعل. وانتبهوا انه بنحكي دائما على طول بعد ال B زائد V3 هنا في كل امثلتنا. الفرق بيكون بعد ال B زائد V3 الفعل مصرف تصريف ثالث، بعده على طول بنشوف وجود by زائد agent، او بيكون قبلها في يعني بعد الفعل على طول المصرف تصريف ثالث مع B بيكون في عندي الـ adverb زائد time أو adverb عادي زي ما شايفين في هذه الجملة. ننتقل للسلايد اللي بعده شباب. مثال الرابع، food supplies have been provided to all poor people by the UN. food supplies، نشوف الactive form تبعها، the UN has provided food supplies to all people. the UN عندي هون السبجكت، has provided هي الفعل و food هو المفعول به الـ object. طيب تعالوا نشوف هون، صارت food بالأول، food supplies طبعا هون كلياتها صارت عندي food supplies بالأول اللي هي الـ object تبعي. هاي الفعل ما بدنا نضلله، إذا have been provided هي الفعل تبعي، وطلعوا لي هون to all people، to all people. إذا في عندي هون to، هاي شايفينها وهي عبارة عن حرف جر يا شباب هون. إذا to all people، to all poor people. إذا أنا صرت شايف إنه في عندي كمان إشي جديد ممكن يجي عندي بعد الفعل المصرف تصريف ثالث مع be. إذا مش بس ظرف زمان ولا ظرف عادي adverb ولا الـ by زائد agent، أيضا إشي اسمه حرف جر to اللي هي، وباقي الجر والمجرور اللي هو اسم. ونطلع هون the UN has provided food supplies to all people، الـ UN زودت المؤن الغذائية، زودت كل الناس بالأنظمة الغذائية هنا بالمؤن الغذائية. فالجملة هنا جملة الـ passive voice زي ما انتم شايفين اجت قبل الـ by زائد agent to زائد all poor people. اذا صار في عندي كمان شو جار ومجرور، اذا صاروا عندي اربع امور بقدر افرق جملة الـ active من الـ passive فيها. اما بيجي بعد الفعل b زائد v3 على طول by زائد agent، اما بيجي عندي adverb، اما بيجي عندي adverb of time، او اخيرا بيجي عندي جملة جار ومجرور. مثال خامس، some students may be placed in other classes by the teacher. شوف الactive form تبعها، the teacher may place some students in other classes، المدرس قد يضع بعض الطلبة في صفوف اخرى. السبجكت الحقيقي للجملة هو المدرس، الفعل طبعا هو may place، وعندي some students هي الـ object. لما نقلبها بتصير some students the passive voice، طبعا some students بتصير هي الـ object تبعي في الأول. may be placed يا شباب هي عبارة عن may be placed هي عبارة عن الفعل،
واطلع هون على طول برضو كمان مثال على أحرف الجر هون in other classes، فبشوف أنا هون ال in other classes إذا أيضا ظرف جار ومجرور، فبطلع جملة الباسيف على الأرجح لما أشوف فعل مصرف تصريف ثالث مع بي بعده على طول في عندي ظرف جار ومجرور، إذا جملتي هي جملة باسيف. طبعا إحنا ليش نتعلم كل هالأمور، ليش نتعلم تمييز؟ لأنه في بعض من الأسئلة بتيجينا نضع دائرة أو بتيجينا نختار بين active أو passive، فكيف بدنا نحدد؟ أنت بتجيك الجملة أنا ما بحكي لك إنها مبنية للمجهول، ما بحكي لك إنها مبنية للمعلوم، أنت بدك تقرر أو أنت بدك تحط دائرة على الفعل الصحيح. فهذه الطريقة هي اللي راح تساعدك تقرر إذا تختار صيغة الفعل الباسيف أو صيغة الفعل الأكتيف بناء على اللي بتبع الفعل. طيب شباب، وآخر ملاحظة بدنا نحكيها عن هذا الموضوع هو إنه في عنا مجموعة أفعال تسمى يا شباب الـIntransitive verbs، وهي الأفعال اللي هي غير ناقلة، حكينا عنها الأفعال اللي ما بتاخذ مفعول به. فsome verbs are intransitive، they do not take an object، بخدوش مفعول. So بما أنها ما بتاخذ مفعول إذا لا تحول إلى passive، إذا بما أنها لا تحول إلى passive فthey are always active and never passive، إنها دائما تكون في الصيغة المبنية للمعلوم ومستحيل أن تكون في الصيغة المبنية للمجهول. وهذه الأفعال في لها أمثلة كثيرة زي الأفعال fall سقط، فلو جينا نحكي fall مثلا I fell down، أنا سقطت أرضا، فيش عندي مفعول به، ما أقدرش أحولها لجملة passive voice. The sun rises every day، الشمس تشرق كل يوم، from the east مثلا من الشرق، برضو ما فيش عندي مفعول به. اسأل يعني fall what، ما في اسم بعدها، rise what، ما في اسم بعدها. فعل become، يصبح، I became a doctor مثلا، أنا أصبحت طبيبا، هذه become. ليش become مثلا هي فعل intransitive؟ لأنه يعني become يصبح زيها زي الverb to be، تشبهها زي is أو will be مثلا في المستقبل. فإذا هدول الأفعال ما بتحولوا ل passive voice. طبعا الverb to be، الفعل take place يحدث، الفعل happen يحصل، الفعل مثلا cough يسعل، والفعل sneeze اللي هو يعطس، كل هدول الأفعال أفعال ما هي intransitive، ما بتأخذ مفعول، وما أنها ما بتأخذ مفعول به إذا الأفعال هذه لا يمكن أن تتحول جملها إلى passive voice. هذه ليستا عندكم بكل الأفعال تقريبا الدارجة اللي هي أفعال intransitive، يعني لما أشوفها أنا في الجمل مفروض أني أحل على active voice وليس على passive voice. تلخيص سريع شباب، passive sentence structure، التفريق بين الباسيف والاكتف. الاكتف عندي اس في او، السبجكت بيكون ناون اسم او صفه مع ناون زي الجمل اللي شفناها مثلا the boy او the strong boy مثلا. الاوبجكت حكينا عنه كثير، برضه بيكون اسم او اسم مع صفه. هلا اللي بهمني انا هون في التفرقه هو الثلاث نقط هذول والثلاث نقط هذول، لانه هذه برضه احنا فاهمينها اللي object زائد b زائد v3 زائد by agent. الثلاث نقط هذول هم اللي بيساعدوني كثير، زي ما انتم شايفين هنا الثلاث نقط اللي هم ممكن يكونوا adverb or time adverb، prepositional clause او noun او adjective زائد noun، اسف او prepositional clause، بيجوا بعد الفعل والمفعول به. اما هون بيجوا بعد الفعل على طول، اذا في جملة الباسيف ما يتبع البي زائد في 3 بيكون اما حال adverb زي كلمة quickly، زي كلمة hard، زي كلمة powerfully، adverb of time زي مثلا كلمة at the moment، زي كلمة now، زي كلمة yesterday، أو prepositional clause زي ما شفتوا في in other classes، to other places، يكون جار ومجرور. هدول كلهم بيجوا بعد b زائد v3، بينما في الجمل العادية زي ما شفنا في الأمثلة هناك في الجمل العادية مبنية للمعلوم نفس هدول اللي حكيتهم بيجوا في آخر الجملة. نرجع زي ما شفنا هون شباب in other classes في جملة الباسيف أجت عندي بعد الفعل المصرف
بي زائد في 3 على طول، بينما هون اجت في اخر الجملة، اجت عندي في اخر يا شباب الجملة. ننتقل لموضوع بسيط جدا وشرحناه احنا، بس للتذكير عشان موجود معكم بالاسئلة، ما بديش اياكم ترجعوا على السلايد السابقة. بدنا نحكي عن Special Passive Forms، هم نوعين، النوع اللي هو Modal Verbs والنوع الاخر هو Infinitive Forms. Modal Passive and Infinitive Passive. في Modal Verbs زي ما علمتكم في قبل درسين، بيجي عندي الأوبجكت في الاول، Modal Verb بعده، بعدين B زائد V3 على طول زي ما شرحنا سابقا. على سبيل المثال جملة they would be annoyed by this news، زي ما انتم شايفين they هي الأوبجكت، would be annoyed هي المودل زائد be زائد التصريف الثالث، وال by زائد agent في الأخير. This house should be rebuilt again، هذا المنزل يجب أن يتم بناؤه مجددا. نفس العملية، بتشوفوا المودل، بعد المودل عندكم b زائد v3، هذا كله شرحناه في السابق. ولكن الجديد عليكم شباب هو الانفينيتيف باسيف. الانفينيتيف باسيف بعض الافعال في اللغه الانجليزيه تتبع ب تو زائد فيرب انفينيتيف، زي want to بيجي بعد مثلا want to eat، agree to play، need to rest، prefer to swim، مثلا hope to drink، expect to دانس، إلخ. إذن عندي مجموعة من الأفعال، هذه الأفعال تتبع ب verb infinitive هون. أما لما بدي أحول هذه الأفعال كلها إلى passive، يجب أني أخلي الفعل زي ما هو. طبعا أدخل b زائد v3، وهذه كل الموضوع. فأنا بأخذ الفعل زي ما هو بنزل، بدخل له b زي ما انتم شايفين هون، ما كانش في اشي بعد الزائد، هون دخلنا له بي، والانفينيتيف بصير مصرف تصريف ثالث. مثلا في الاكتيف سنتنس they need to eat this pizza. they need to eat what، لما بدي اجي احدد انا الفعل عندي شباب، كالمعتاد they need to eat هاي الفعل كامل، فبسأل they need to eat what، الجواب هو this pizza. إذا this pizza لما بدي أحولها لباسيف بتصير this pizza، بمسك ال need to eat هاي بنزلها، فبتنزل ال need to، طبعا حطينا ال s هنا لأنه البيتزا مفرد، this pizza needs، ال to بتنزل زي ما هي، من ندخل b دخلناها، ومنصرف eat لتصريف ثالث. وهذا هو كل ما في الدرس، بسيط جدا يا شباب. طبعا انا بدي اعطيكم كمان هومورك، هذا الهومورك بتحلوا لي اياه ان شاء الله ليوم الاثنين ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بدي منكم تحلوا صفحه 107 السؤال الرابع اللي هو براس الصفحه، والسؤال الثاني اللي هو في اخر الصفحه، وبصفحه 108 بتحلوا لي السؤال الثالث. هنفتح الكتاب نفرجيكم. سؤال بصفحة احنا بنحكي 107، بتحلوا لي السؤال الرابع. السؤال الرابع هنا طالب منكم complete the sentences using the passive form of the verbs in brackets in the correct tense. بديك تقرأ الجملة، بعد ما تقرأ الجملة بتحدد الدليل، وبعد ما تحدد الدليل بتستدل منه على التصريف الباسيف. على سبيل المثال جملة my car at the moment so I have to go to work by bus، عندي هذه الجملة، هذه الجملة مش عارف كيف بدي أحلها. طيب بطلع على هذه الجملة وأشوف الدليل اللي فيها، عندي at the moment هي الدليل. at the moment بتدلني على present continuous، بما أني بحكي على present continuous إذا بدي أروح أطلع على التحويلات اللي درستها بشوف أنا كيف بحول الفعل repair ل present continuous، فبشوف بأنه present continuous بحط is و am و are
زائد being زائد التصريف الثالث. فبده يصير الحل هون يا شباب مثلا my car is being repaired at the moment. وهيك انا بدي اكمل في حل باقي الثمان جمل هدول. بدي اياكم تحلوا لي اياهم، مهم وضروري جدا. بعدين شباب بدي منكم تحلوا لي السؤال الاخير هون بالصفحه هاي. بدك تختار الكلمه الصحيحه وبدك تقوم بحل التمرين هذا. هذا بيحكي عن السبيشال باسيف فورمز اللي شرحناهم في اخر الدرس، اللي هم الافعال اللي بتاخذ بعدها تو، زي ما انتم شايفين عندك الهوب الاكسبكت الوان. بدي اياكم شغلتين تعملوا، بدي اياك تحدد الفعل قبل ما تحل، وبعدين بتعملوا باسيف فويس، فبدك تضيف طبعا تو زائد بي زائد التصريف الثالث. الصفحة اللي بعدها 108 بدي منكم تحلوا هذا التمرين. عندكم في اعلانات، في الاعلانات هاي في فراغات كلياتها بتحكي عن مودال فيربس، فبدي اياكم تحولوا لي جملة المودال فيرب زي ما هي موجودة هنا شايفينها. في الاعلان مثلا بدي اياك تستعمل مودال كان والفعل كاري، فبدك تعمل تصرف الفعل لباسيف فويس، بسيط جدا هذا. هلا الأهم من هذا كله يا شباب إنه تحلوا لي بصفحة 106 سؤال رقم 2، هذا أهم سؤال موجود عندنا. سؤال صفحة 106 شباب، في عندنا السؤال الثاني اللي هو الدرس اللي أنا شرحته اليوم، بدي إياكم تحلوا لي إياه. فبتحل لي الجمل التالية بالطول الدليل، وهو أهم إشي أنا بدي إياه منك، بتطول لي الدليل. بعد ما تطول الدليل تضع دائرة على الفعل، يعني مش بس بدي تحلل لي الجملة، بدي تحكي لي سبب حلك للجملة بهذا الشكل. هل مثلا الفعل اجى بعده باي زائد ايجنت على طول؟ هل الفعل اجى بعده بريبوزيشنال كلوز جار مجرور؟ هل الفعل اجى بعده ظرف زمان؟ هل الفعل اجى بعده حال عادي؟ هل الفعل ما اجاش بعده شيء؟ هل هو انترانزيتيف بخدش مفعول؟ إذا عندي كثير أشياء علمتكم إياها عشان تعرف تميز، بدي إياك تفعل هذه الأمور في حل هذا السؤال. إذا هذا أهم سؤال، فبنروح بنضيفه إحنا هون على الوظيفة تبعيتكم. إذا أيضا بدنا نحل بيج 106 question 2. إذا هدول الأسئلة اللي بدي إياكم تحلوهم يا شباب، ويعطيكم ألف عافية.